تريد تعرف شنو هذا التجمع؟ أنا أقول لك شنو هذا. اللي تشوفه مجموعة أشخاص يمتلكون كل الخبرات والخطط اللي تقدر تغير المعادلة المقبلة بالعراق. راح تقول لي شلون؟ أنا أقول لك شلون. لأن هذا التجمع هو نتاج هواي إنجازات صارت بالعراق، مثل مشاريع السكن ومنها بسماية، ومثل المبادرة الزراعية والملاعب الرياضية والمبادرة التعليمية وغيرها هواي. هنا قوة القرار، هنا مرشحين 70% منهم شباب، يعني مستمدين قوتهم من خبرات وتجارب السابقين. هذه هي اللحظات الأولى لانطلاق الماكنة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، وبمشاركة أكثر من 400 مرشح من مختلف مناطق العراق. كلهم أمام خيار واحد، هو الإنجاز وخدمة المواطن، وهذا الدليل. ولا نتردد أو نخجل من الإعلان التقصير المنسوب لنا والمقصرين والتنصل عن مسؤولياتهم، وسنكشف الغطاء عن كل تقصير يصيب هذه المجالس. يعني المرحلة المقبلة ما تقبل التشكيك، وخدمة الشباب في مقدمة اهتماماتهم. هناك أمل كثيرة علينا أن نحققها نحن الشباب. هذه المسائل لا تحقق ونحن جالسين في منازلنا، علينا أن نحقق هذه المسائل ونحن نغير الواقع. هو أصلا الهدف الأساسي اللي جاي، أو النقطة الأساسية اللي جاي نستهدفها هي الشباب. زعيم القائمة أنه سوف تكون هناك متابعة ومحاسبة لكل شخص. أن أغلب المرشحين في هذه الانتخابات من مرشحي ائتلاف دولة القانون هم من فئة الشباب، إيمانا بهذه الفئة المهمة الكبيرة.